أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري. وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بصيد البحر السيدة مباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي. ان شاء الله تعطات الانطلاقة ديال هذا الحوار اللي غادي يكون هذا نيغوسياسيون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في اطار اتفاق ديال الصيد البحري. خرجنا من 30 سنة تجربة مهمة ناجحة، يعني استفاد منها الكل، والمغرب بفضل الدعم ديال هذا ديال الاتحاد الأوروبي مكن انه يهيكل القطاع ديال الصيد البحري ويساهم بوتيره ديال الاستثمار جد مهمه في هذا النطاق. الان غادي نبداو مرحله جديده، يعني كل جهه كتحاول باش تحسن الموقع ديالها يعني بالنسبه للسنوات المقبله. المغرب كذلك يامل باش يحسن الموقع ديالو، وغادي نشوفوا النتائج ديال الحوار فين غادي توصل، مع العلم انه فيما يخص يعني القضيه ديالنا المناطق الجنوبيه بانه يعني خط احمر، يعني جميع الحلول اللي غادي تجي ما يمكنش تجي يعني خارج هذا النطاق، وهذا الشيء غادي يحصلوا عليه يعني لي نيغوسياتور ماروكان اللي غادي يتكلفوا اللي هما عندهم هذه المهمه ان شاء الله. المغرب كيدخل لهذه المفاوضات بمرجعيات واضحه، بمواقف ثابته، وبتصور للمراحل اللي هو كذلك محدد. المغرب حريص على الشراكة ديالو مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها شراكة تاريخية وباعتبارها شراكة استراتيجية، ولكن المغرب كذلك عنده خطوط حمراء، وأحد هذه الخطوط الحمراء هي الوحدة الترابية ديالو والسيادة على الأقاليم الجنوبية ديالو، اللي هي ماشي مجال التفاوض، واللي هي ماشي مجال الاتفاق، واللي هي محل إجماع ديال الشعب المغربي كله. وبالتالي هذا الاتفاق هذا المغرب غيدخل له من هذا المنطلق هذا، كيفاش انه يجدد الاتفاق بما فيه مصلحه الطرفين مع الاحتفاظ بالثوابت ديال المملكه المغربيه. وسيمكن بروتوكول الصيد البحري الجديد من تجديد شروط هذه الشراكه التي تتمثل اهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين وتعزيز حكمه المحيطات، خاصه عبر تعزيز المتابعه العلميه ومراقبه عمليه الصيد البحري في المنطقه. إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تمثل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد منخرطة بشكل ثابت في مواصلة جهودها المشتركة في هذا المجال. سنعمل على مواكبة التحولات الجديدة والأهداف والرهانات المطروحة، وعلى سبيل المثال مساهمتنا في مشروع اليوتيس الذي سنواصل دعمه بالإضافة إلى محاولتنا فتح آفاق جديدة للتعاون. وتنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز المقبل، والتزم المغرب والاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات لتجديده ضمن روح إيجابية وبناءة، وأعرب عن آمالهم في أن تسفر المناقشات عن اتفاق جديد في أقرب الأجل.